اسيدي الحصاد مزيان الخير موجود، القضيه شويه واخا العام شويه ناقص الخير موجود، بعدا جاء الحمد لله كلشي جاء شويه زوين، وداك الشيء راه صالح وبنادم الماكل مزيانين وكل شيء زين وبنادم خدام وكل شيء يدور مع راسه وسير يلقط في زريعه ويلقط في 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 الزراعه، بنادم داز محن هذه عامين ولا ثلاثه ما كاينش، والحمد لله راه كل شيء بخير. والماكل راه مالي الماكل انت الله يكون في العون، انت راه مساكن هذه ثلاث سنين ما خدموش ودابا راه بتحركوا مزيان والقضيه مزيانه وراه فرحانين وكل شيء مزيان. وهذا الشيء اللي كاين داك الشيء الماكل مصلوح، الناس صالحه الماكل عندها. هاد العام الحمد لله كاين الصيف بنادم مدور، حتى كتشوف الناس هنا كيدوروا كيتساراو كيدوروا العشور، الامور محركه شويه. تم الفلاحه واخا شراو الزريعه هاد العام اللي داز غاليه وكل شيء وكاينه الخدمه ديالهم تما وضربوا تماره وحرثوا وزرعوا، المهم ما خسروش. كاين الحمد لله الخير، المهم بين هاد المقارنه ديال هاد العام والعام اللي فات هاد العام حسن اللهم لك الحمد. كل شيء حتى كتشوف الناس كاملين هنايا، الناس جاو من المدينه، الناس كيديو الزرعان جاو من المدينه، شتي كتشوف كل شيء هابط من المدينه كيديو زرعنا، والحمد لله الناس كيعطيو العشر ديالهم من هنايا كاع، كاين اللي كيخرج العشر كثار هذا العام، كيخرج العشر اللي في الدار وكم اللي كيجي هنايا الحصي ثاني كيعطي الناس ديالو. حتى دابا هذيك كتقدر تبيع القنطار؟ على حسب القنطار غير شحال داير دابا؟ تقريبا غير حق شي 5000 ولا 5000 ولا القمح بحال 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 القمح بحال الشعير اللي طايح شويه درهم الخنشه القنطار 150. هذا البال دابا داير 15 درهم 15 درهم بالمقارنة هاد الأيامات اللي كان شهر واحد وشهر جوج راه كان ب 50 درهم البال 50 درهم البال دابا هاد الأيام طاح دار غير 15 درهم. عندنا واحد ديال السطات وهاد الشيء هنا الحمد لله الأمور راه مزيانة اللهم لك الحمد. دابا انا الفلاحه ديالنا هي هو الموسم ديالنا ديال الماكل بحكم كنتبعهم خدامين فيهم، والحمد لله هذه هي الهوايه ديالنا بحكم موسم توا ديال هذا الحصاد وديال هادشي والزرع وهادشي ديال واخا ما جاش يديك الصابه اللي كتعرف شويه الزرع تمحن، دابا شويه تقاش شويه الزرع ما جا واحد الوقت صب داك وتقش شويه الزرع ما جاش داك الشيء الفلاحه اللي تعرف الزرع شويه تمحن شويه ولكن الحمد لله ما عندك المهم كيما عملوا اللي كان ما كاينش مقارنه مع ذاك العام. لا هذا العام شويه العام الاول العام الاول العام مزيان العام الحمد لله، العام الاول ما كانش اصاحبي، العام الاول تمحنت الفلاحه تمحنوا الناس وتمحنت الناس الماكل البهيم وكل شيء تمحنت، ودابا الحمد لله الخير هادي الماكينه دايعين هنا في المنطقه ديال التوال ديال ولاد وزيري، وهاو انت كتشوف البال انت كتشوف الزرع الحديد الماتيريال هو خارج عند الناس، وهذه هي الهوايه ديالنا حنا كسير، والحمد لله العربات راهم دايرات خدامات وصافي الحمد لله، وهذا الشيء اللي كنطلبوا الله، نبغينا ان شاء الله عام اخر يجي الصيف اكثر من هذا العام ان شاء الله. دابا هاد البالة الحمد لله هاهي دابا البالة كتشوف فيها، دابا هاديك دابا الشانطي وليدي هادوك في السوق داير 15 درهم 300 ريال، ما مقادش البالة كاين 350 300 ولا كيبالي ب 50 كيبالي ب 50 50 ريال دابا باش كيطلع، هو دابا القنبة غالية شوية وتا الناس دابا لما حنا المازوط غالي وكلشي غالي والحديد مساكن تمرة البركة ديال الله، دابا القطار الحصاد دابا 5000 القطار باش كاين باش كيخدموا الماكن كاملين داير الشانطي وسيري واحد باش خدامين، ماشي غادي واحد يدير 6000 واحد يدير 5000، دايرين ثمن الشانطي وديال السوق، تابعين الميزان ديال السوق، والحمد لله حنا فرحانين، فرحانين بزاف، عام الاول راه تمحنت الناس وتكرفصت مع المرض وداك الشيء وجا رمضان وتكرفصت، ولكن الحمد لله سيدنا خفى علينا ملي صيفط لنا ذاك الدعم، الحمد لله الله ينصر سيدنا، الله يحفظه. كيحصدوا سيدي ب 5000 القطار. البال 45 ريال البالة. الناس كيتهموكم في الطريق بانك تشكلوا خطر على لا والو بنادم كيخرج كاين الاحتياطات دايرين حنا دايرين المناجر كيديروهم عندهم الكروسة ديالهم كلشي داكشي كلشي منظم كيمشي بالدواو ديالنا كلشي كاين دوك المناجر تما دايرين لهم الدواو السينيالات ديالهم كيتجروا تما ورا الماكينة
ايوا استعمل كيخرجوا من الشانطي كاع البيست بنادم كيمشي على البلاصه كيخرج ما تلاش يدخل لشي بلاصه اللي تا يبغي ثاني تا يسالي ديك خمس تقدر تخدم في المنطقه ثلاثه سيمانات اربعه في في في, في, في المنطقه حيت كاينين الماكن شلا كاينه ثلاثه اربعه في الدوار العام موجودات الماكن ثلاثه اربعه في الدوار كيدوروا هذيك ثاني وكيتحولوا ضربوا اربع ايام ثلاث ايام كيتحول لدوار اخر حتى هو يحيد لا بالفلوس بالفلوس والخدامه كيحلقوا عليهم الناس بزريعه واللي اللي كيعمروا الخيش وداك الشيء ماشي حتى ما يتهلاو فيهم ويوكلهم ويشربهم احنا من هذه بلادنا هادو هما اللي الماكن ما يجيو من سيدي حجاج من المذاكره من من كل شيء الدراري اللي قاعد فوق الكاره كل شيء كيجي عندنا هنا برشيد صاحب سيد العايدي كلها ومنين جاي كلها ومنين جاي او سيدي والسلام عليكم والله يجعل مولانا يداوم علينا تاني للبركه اللي عطانا الله